عليكم. معكم رضوان غادي، 22 سنة، مدينة رودان. أنا طلقت واحد المبادرة خيرية فردية سميتها مازال الخير، كنتعاونوا مع الناس المحتاجين في مدينة رودان اللي كيكونوا في حالات صعبة بزاف. شفنا شي حالات تنقول لكم قاسحة ديال بصح، ناس كندخلوا عليهم في رمضان ما عندهم ما ياكلوا ما عندهم ما يشربوا، مرض جمع عليهم كل شيء. بحال آخر حالة شفناها البارح، سيدة عندها 30 عام كدير الدياليز، تلاقينا مع الحصة ديالها سالتها البارح، دخلنا باش نصوروا معها باش نسلطوا الضوء، حيت حنا البرنامج ديالنا كيسلط الضوء على الحالات صافي، يعني باش يتعاونوا معاهم المحسنين ويتعاونوا معاهم الناس. فاش دخلنا عندها لقيناها تصور تاهي، يلاه خرجتي من الحصة تاع الدياليز واكل خبز والماء، وماشي خبز محراش، تصور تاهي يلاه ساليتي من الدياليز وكتاكل محراشة، زعما واحد المشهد الله ما تبغي تشوفه ولا تفكر فيه، حيت تيألم بزاف. وهاد الناس هادو ما كيطلبوش، ما تيمدوش يديهم لحد، بالعكس حنا اللي كنمشيو نقلبو عليهم. الناس عندهم كرامة، عندهم عزة النفس، ما تيمدوش يديهم. الناس ما تيقولكش عطيني، الناس ما وصلوش لهادشي حتى صافي وصلت فيهم، كي كنقولو الله ضم الناس مدخلين الدقة بزاف. واحد الحالة صورنا معها تاني والبارح، سيدة عندها كدا و 70 عام ولا كدا و 80 عام، هي وراجلها ساكنة في عشا. تصور مازال حنا في 2021 ساكنين الناس في عشا، عشا ديال بصح. وهاد الفيديو راه غادي تشوفوه ان شاء الله غدا، والفيديو تاع الدياليز غادي تشوفوه ان شاء الله نهار السبت باش تاكدوا. حنا كنحطوا الرقم تاع الحاله، حنا ما كنشدوا لا مساعدات لا حتى حاجه، حنا كنحطوا رقم الحاله باش المحسنين يصونوا اليوم منهم من اليوم اليوم. بالعكس حنا كنجمعوا الفلوس غير من العائله ديالي انايا، صورت دابا شي 6 الحلقات كلهم كنصيفطهم من العائله ديالي والصحاب ديالي الناس اللي كنعرف. يعني كيفاش جاتك الفكره في الاول وشكون الناس اللي كيتعاونوا معاك؟ الفكره جاتني في الاول، هو انا ديما كيعجبني نشجع الناس، حيت انا كما كنت جيت عندي قبل كنقول لكم بانني درت واحد لوبيراسيون ب 18 مليون. ديك الساعه تمارين الدار هما اللي داروا عليا، يعني ما تعاون معنا احد حتى لا سينيس ديال الوالد لا والو. من تما كنقول انايا علاش انني ما نتعاونش مع الناس كما انا لقيت اللي يعاونني، كون ما لقيتش اللي يعاونني انا بديك الحاله كنت ما غاديش نكون انا معكم دابا. هادشي في 2008، يعني من تما كنا ديما كنتعاون مع الناس بلا ما يعرفوا كاع. يعني من 2010 2012 كنت ندير لاباج ماروكان سوليد، ديك ساعات كنا تنديروا هاد المبادرات. من تما كنا تنقول علاش غادي نتعاون، حيت الا ما حسيتيش بالناس حتى واحد ما يحس بك. وانا فاش دوزت ديك المرضى وداك الشيء حسيت بالناس، يعني كتقول شوف انا لقيت اللي يعاوني، بحال هاد الناس ما كاينش اللي يعاونو، اقسم بالله ما كاينش. كندخلوا عليهم طابله الفطور ما عندهم، تصور انت صايم ما عندكش طابله الفطور. حنايا كنشوفوا ستوريات تاع الناس حاطين الفطور، حاطين الماكله تيتباعوا في ستوريات، تنشوفهم في الانستغرام في الفيسبوك. الناس اقسم بالله قلت لك السيده دايره الدياليز خبزه وما، سيدين الاخرين والو. دوزت ارمله في الحلقه الثالثه، الناس يدخلوا لاشين ديالي ويشوفوا بعينيهم كاين الارقام، يدخلوا لاشين ديالي رضوان خادي ويشوفوا الحالات. ارمله عندها ثلاثه ديال الاولاد يتامه، يلا مات ليها الراجل ما عندها والو، ما عندها حتى الدار فاش تسكن. عاتيها عليها واحد السيده، وديك السيده قالت لها خرجي غادي تخرجها حيت غاتبيعها. ما عندها لا ظلامه، ما عندها حتى مويل، هاد الاسر كلهم ما عندهم حتى مويل والو، ما عندهم حتى اللي يدخل عليهم دريم. اشنو الميساج اللي توصل من خلال هادشي اللي كدير؟ الميساج اللي بغيت نوصل هو الناس يتساعدوا مع بعضياتهم. الفنانه ومن هذا المنبر كانت علاش ما نطلقوش حمله وتحدي ديال الفنانه، يتعاونوا مع بعضياتهم، يعني يدخلوا يشوفوا هاد الحالات نيت راه يتعاونوا معاهم. كل واحد تكلفنا غير بحاله وحده راه غادي نفرحوا عباد الله وفي المغرب كامل، بس ما تنديروا التحديات ولي بوز ديال الخوال الخاوي والكونسيبت تاع في يوتيوب تيكون غير في البساله. علاش ما يكون دي كونسيبت زوين تاع لي جون؟ علاش ما يكونوا بحال هاد المبادرات؟ كما قلت لك انا هاد المبادرات راه فرضيه، تيتعاونوا معايا غير العائله والناس اللي كنعرف، وكنصيفط لهم اليوم غدا اليوم غدا راه غادي يعياو. داكشي علاش انايا جيت باش نوصل هذا الميساج للناس والمسؤولين، انهم يتعاونوا معنا، انهم يتعاونوا مع هذا الكونسيبت تاع مازال الخير. حنا راه ما كنشدوا حتى حاجه، حنا راه كنلوحوا الفيديو والناس صونيو اليوم، ما بغينا لا بوز لا شهره لا لي زابوني لا والو. على الاقل شتي لي فيديو الحمد لله كيوصلوا دابا 300، ولكن 6 الناس ولا 5 الحالات تعاوننا معاهم، ما انا ما عاملين لا لي فيو لا حتى حاجه. حاله شتيها صوني لا تقدر تفرح اليوم، وماشي غير في تارودان، في المغرب كامل. علاش ما يكونوا دي جون وهاد لي زانفلونسور وهاد اليوتيوبر اللي كيشدوا الملايين وكل مره تيبانوا لينا انا داير هكا انا، علاش يلا من غدا كنتحداهم هما والفنانين يديروا مبادرات هكا، وماشي انك دير مبادره تجيب فيديو تصاور والناس وشوفني عاطيهم قفه.
سير عند الناس دق عليهم، كاين الناس محتاجين، ادرا ما تيطلبوك، سير عندهم حاطو ما يشوفك حد، ماشي بيد ديال الخير، انا راني جيت تشوفوني داير الخير، انا راه بحال واحد يوتيوبر مشى قال لهم انا يا جماعه فلوس يوتيوب، انا غندير بهم الفلوس يلاه، وكان ديال الخير، هذاك البوز، انت بيد ديال الخير سير عطي لشي واحد ما شافكش، هذاك هو خليه يوقف لك مع الله عز وجل، ماشي انك دير الخير باش انك تربح عليه. كنتمنى هذا الكونسيبت ديالي انه يستمر وان الناس يتعاونوا، كما قلت لك يدخلوا يشوفوا لي فيديو، حيت الحالات اقسم بالله الا حاله كتنسيك في حاله وحاله كتبكيك في حاله، حيت حنا 2021 كما تنقولوا مازال الناس ساكنين في الشات، مازال الناس تياكلوا الخبز والماء، مازال الناس ما عندهم طاطو، مازال الناس سيده بغات دير ولدها عمليه ديال الفتق، ولدها تيتالم قدام عينيها ما لقاتش، الناس تيبكيو، الناس ما تيبغوا والو، كندخلوا عندهم باش ينصوروا معاهم، تيديروا فكره الرجاء، تيداو مع الناس وتيطلبوا، انني فاش كنشوف شي فيديو واحد تيقول لك عافاك المحسنين وكنطلبكم باش انكم تعاونوا معنا وما كتكونش الرحمه، وانا عارف ان المغاربه الحمد لله قلوبهم كبيره وكاين المحسنين بزاف في المغرب وخارج المغرب، والحمد لله الناس اللي تعاونوا معنا ناس من خارج المغرب تيتعاونوا، والمحسنين في المغرب كامل خاصنا غير اللي يوصل لهم هذه الحالات. خاص ماشي دوك الناس اللي كيطلبوا في الزنقه كتلقاهم عندهم الملايين في ليكم، كاين بحال هاد الحالات سادين عليهم الطيور ما تيشوفهم حد، هادو هما اللي خاصنا بصح نتعاونوا معاهم، اللي ما تيمدلكش يدي، اقسم بالله الحالات كاملين محتاجين وما تيشدوش خفاف رمضانيه، علاش ما نعرفش، والناس محتاجين ديال بصح، هادوك هما اللي بغينا الناس يتعاونوا معاهم، وإلا كان تيشمعنا شي مغني أو لا ممثل لا يوتيوبر تعاونوا. لا الفيديوهات فيهم جميع الارقام تاع الناس صونيوها اليوم سيروا تاكدوا، وانا مستعد نديكم واحد بواحد لديورهم وتشوفوهم بعينيكم وتساعدوا معاهم. وقبل ما نختم كنتمنى هذا كما قلنا الكونسيبت يستمر ويجيو المحسنين ويكبر، حنا بغينا نغيروا الكونسيبت تاع يوتيوب والسوشيال ميديا المغربيه، نحيدوا من التفاهه، تنسمع الناس دي في الفيسبوك التفاهه، ولكن هما اللي كيساعدوا في التفاهه، هما اللي كينشروا التفاهه، فاش يكون كونسيبت بحال هكا علاش ما كينشروش؟ علاش ما تيتعاونو؟ شنو فيها لا درتي غير بارطاج؟ راه قال لك الدلال على الخير كفاعله، يعني لا غير بارطاجيتي وجا لك شي محسن يتعاون معاك وتعاون مع ديك الحاله حتى انت غادي تدي الاجر، ايوا ما نبدا نبارطاجيو هذا تيبوس رجلينا هادي، هذا تيبوس رجلينا هذا تيضرب مع هذا تيكلاشي هذا، نبارطاجيو الحاجات اللي غادي تنفع المغاربه، واللي غدا قدام الله ان شاء الله غادي تلقى هذا الخير، حيت هذا الخير كامل غادي نلقاه ان شاء الله نموتو، وكتبقى صدقه جاريه لنا كاملين.